صادقت على قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة. إن إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل، وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم. نعم، أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه في مجلس النواب، ويقينا لا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه، لكنه في الوقت ذاته يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح، ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولا إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم.